السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كويك ابديت حبيت اطمنكم على حاجة. تخيلوا كده يا جماعة معايا الموقف الآتي، إن أنا جبت واحد أمريكان عمره ما اتكلم عربي قبل كده، وقلت له بص أنا هجيب لك منهج اللغة العربية تذاكره كويس جدا 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 جدا، وبعدين همتحنك في الأرابيك بقى إيه؟ لحد مستوى طالب في جريد 12. قام هو قال لي ماشي يا عم أنا موافق، وراح ذاكر فعلا وعمل كل اللي عليه وذاكر عربي، يعني عربي فصحى يعتبر، وبقت الدنيا جميله جدا. بعدين لما دخل بقى عشان امتحنه قام لاني جبت له امثله شعبيه بالمصري، هيحس ان انا خميته، وهيحس وكمان بص بقى الانيل، او ما يقول له بص انا همتحنك مع طلبه مصريين اصلا ولا طلبه عرب اصلا، فده كده انا اديت الطلبه العرب دول عليه unfair advantage. الطالب الامريكان ده اول حاجه هيقولها لي يا ريته جاب لي نفس الامتحان من غير الامثله دي، يا ريت وشال ال unfair advantage اللي اداه للطلاب التانيين. ده بالظبط يا شباب اللي حصل في موقف الاي اس تي والسات والاكت. انا كتيتشر عندي خبره في موضوع تدريس السات والاكت بقى لي فتره كويسه الحمد لله، ففعلا كان اكبر حاجه بتضايقني موضوع ال unfair advantage. يكون معايا ستودنتس ما شاء الله زي الورد وعملوا كل المجهود النسيسري عشان يزودوا الريدنج سكيلز بتاعتهم، وعشان يعني يوصلوا للنسيسري ليفل عشان تخش الامتحان، ذاكروا جرامر، ذاكروا ريدنج، عملوا كل اللي يقدروا عليه، ومع ذلك يخش كان يقوم مصدوم مثلا في باسج يو اس هيستوري، كان مثلا يلاقي في وشه فور اكزامبل سؤال اللي هو وورد تشويس وكل الوردز فوق الليفل الاكسبكتد منه، يخش يلاقي مثلا انه في اكسبريشنز فور اكزامبل هو غصب عنه مهما ذاكر مش هيعرف يجيبها لانها من الافري داي لايف للناس اللي بره. فتخيل اني جبت لك نفس الامتحان بنفس المستوى، باي ذا واي يعني احنا عشان بنقول سات مصري فالناس يعني بيجي لها اسامبشن غلط جدا ان مستوى بقى هيبقى قليل او اللغه ركيكه، وبيني وبينكم ده اللي انا كنت خايف منه قبل ما احله، الموضوع مش كده خالص. الامتحان فعلا الليفل بتاعه كويس جدا جدا جدا، يعني انا لو قلت لك ان ده امتحان سات انت اصلا هتقعد شويه حلوين، ما قلتلكش ان هو اي اس تي يعني يمكن انت اصلا ما تاخدش بالك انه اي اس تي مش سات. فمستوى اللغه نفس مستوى اللغه الحمد لله، ما فيهوش بس ال unnecessary complexity في بعض الاسبيكتس، وشال ال unfair advantage. فانا فاهم انه قرار يا جماعه مخليكم كلكم قلقانين دلوقتي شويه، لكن at the end of the day صدقني ده ان شاء الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى هيكون في مصلحتك. دي كده كويك ابديت حبيت اقولها لكم، هنتكلم ان شاء الله بقى عن القرارات بالتفصيل ونعمل ايه والبلان وكده بعد شويه صغيرين باذن الله. السلام عليكم.